اهو جه جه جه. فين يا عم؟ فين يالا؟ الراجل صاحب العربيه واقف بس طالب 200 جنيه 100 كوبون في الاول و100 لما نرجع الحاجه. ايه يا عم مالكوا؟ بصوا لبعض ليه؟ كل واحد يقلب نفسه يقعد معاه. انا معيش غير 10 جنيه تاني. وانا عصفور. انا معايا 40 جنيه بس اهو، يلا. انا والله على جري من صحة ربنا، هات هات. انا معيش غير 30. هات. دول 80 جند؟ ماشي، ممكن اثبته بيهم. واجيب لكم العربية الرماحة. رماحة انت تجيب لنا بغلة. يا ابن الرماحة، رئيسي العربية اسمها رماحة. يلا يا غالي. رماح. يلا بس بسرعة بقى، طلع طب يلا يا غالي، هات الرماحة بسرعة. تعوج الواد اهو. وسع 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 يا ابن الرماحة. يلا الكف رماحتي علينا نعمل بغلة ارحم منها. ودي كم دونكي باور دي؟ كم دونكي؟ ايه دونكي باور دي يعني بتمشي؟ لا قصدك بترفض. خلاص يا اخوانا خلاص، اهي غسالة ومية مية. بقولك ايه يا عم الخفيف انت وهو، ما اتذكرتوش ليه كده؟ رحت جبتوا عربياتكم. طب يلا يلا، لو قعدنا نغري كده مش هنخلص. يلا يا عم نخلص. ايه يا عم، العربيه دي تحبسنا من قبل ما ننزل. انت مش شايف ده صوتها هيلم علينا الناس اصلا من قبل السرقه؟ والله ماشي، وعهد الله رجعها. تيجي عندها زفه دلوقتي يا جماعه. خلاص يا عم انت، خلاص يلا يلا يا جماعه، يلا خلينا نخلص. ابص ايديكوا. يلا يلا مالك يا لك؟ تخاف ولا ايه؟ مش خايف يا مالك، انا متضايق. متضايق ليه بس؟ متضايق عشان احنا وصلنا له. عايز نفرح واحنا رايحين نسرق؟ احنا هنعمل ايه؟ انت هتقطمني. في حل تاني نقدر نعمله حل بيه الظروف اللي احنا فيها دي غير ده؟ مفيش بصراحة، مفيش يا خالد. احنا محتاجين فلوس، مش هنفضل في الفقر ده طول عمرنا. احنا مضطرين، والمضطر يركب الصعب يا اخي. ده وانت صادقه، المضطر يركب علبه الجبنه اللي احنا راكبينها دي. بهدوء من غير ما اي حد يحس بينا، واهم حاجه ما نتمسكش في مين ولا لا. بقول لك ايه، تعرفي تسوقي؟ اه طبعا. طب خليكي هنا عشان لو حصل اي حاجه تاخد العربيه وتطير. انت أيوة. حرمه برضه. ايوه خلي العربيه دايره. يا سلام، واشمعنى يعني لو اي ما يقفش مكاني يعني؟ اشمعنى يعني اضطرت دايره؟ لو اي هو اللي حافظ الفيلا دي، وبعدين قال لك انت بنوته جميله تقفيه برضه. اقول لك ايه، انا زي زيكم بالظبط. اه انت يا عم انت واقع، وانا جايب ناس من حقوقي. انسان تسرق معايا؟ يلا خلص شوف مين هينط الاول. طيب احنا المفروض نعمل ايه يعني؟ مين فينا هيطلع؟ مين هيفتح لنا السكه؟ مين هينط؟ يا جدعان ده يا عم انت هتحط، بصوا لبعض. يلا خلاص بقى. انا طلع السلم ده، السلم ده هيودينا على السفرة، بس بروح على باب فوق عشان ابوها تقطم الناحية التانية. تمام ورايا. هات هات الشنطة.
ياد دي سفرة دي ولا مائدة رحمن؟ دي قد بيت كامل عندنا في المنطقة. يا لهوي بتعمل ايه؟ ودور على واكل، ما كانتش من صلاحية ربنا. واكل ايه يا ابن الله يخرب بيتك؟ ما كانتش بتقولي قبل ما تيجي، وبعدين ازاي هيكونوا سايبين اكل في التلاجة وهما مسافرين؟ انت عبيط؟ يا غبي انت هو؟ تجي تقول الاكل هنا؟ دور على الاكل في المطبخ. مطبخي مطبخي وصاحبي ايه وانا جايب ولاد اختي فيه مدفوع احنا بنسرق خلصونا. بقول لكم ايه؟ بطلوا هزار بدل ما نتحبس. تعالوا ورايا انا عارف الفيلا دي كويس، انا هقول لكم تعملوا ايه. يلا يا لهوش يا جدعان البيت ده. بقول لكم يا جماعه خلي بالكم عشان هنا في فازات كبيره وغاليه وممكن تتكسر. يخرب بيتك حرب اصبر ما حصلش. ماشي بقول لكم ايه، احنا هنلم كل الحاجه ونحطها في الجنين وبعد كده نبقى نحولها للعربيه. ماشي يا جدعان الحقوا كمبيوتر لابتوب اهو. كمبيوتر ايه ده مبارك يا جماعة؟ طب بهزار بقى، يلا طالما نخلص. فين بقى الريسيفرات والبلاي ستيشن؟ ايوه الريسيفرات شيل بلاي ستيشن اهو. ايه هتحبسنا يا خالد؟ ايه ده؟ في حسن النام يا راجل نام. في صوت في الفيلا. لا مفيش حاجة. دي انا ما كنتش اعرف انه وحش شرير. ايه اللي وحش شرير؟ ايه اللي انت بتقوله؟ الشيطان الرجيم. أنا قلت إنها فيلا مسكونة. هنعمل ايه؟ يلا في هدوء وركيز وبصوا. تمام يلا 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 بيته خارج الزفت يا احنا برضه غلطانين، حد يجر جاموسه ويروح يسرق بيها، لكن هيودينا في داهيه. الحمد لله يا عم ربنا سترها، ربنا سترها. انجز بقى انجز للراجل يرجع تاني. طب يلا يا سيدي هات اوريجينال. تعرف الواحده دي تتكلف كام؟ كام؟ 150 دولار على الاقل. يا ابوي خدهم كله.
يا جدعان ايه؟ انا هميت على حاجه في الجنينه، نخلص بس نقلها وبعد كده نشحنها في العربيه. تمام، نزلوا الحاجات دي، دينا حط عينيه على حاجه. يلا يعني اديني امان. امان يا معلم. يلا يلا قبل ما تيجي تاني. يلا تعالوا تاني بسرعه. لا هو ايه؟ شاهد يا ولد. الفيلا شكلها فيها تحف. يام يا عم تحف ايه دي؟ شكلها حاجات رخيصه. بص عامله ازاي يا عم؟ احنا هنخسر ايه؟ هناخدهم نتمنهم ومين عارف يمكن في حد فيه. في حد كده فانا عارف بتقول لي ايه. قتلته بيدي يا مان. يا عم خلاص ودي صوتك، انت هتفضحنا. قدم فرار. يلا امشي. يلا بس يلا. الراجل مات. لا الله يرحمه. تعالى بس دلوقتي. يلا تعالى تعالى هتفضحنا. ما تطلعوش ما تكلمش. ايه ده؟ ايه ده؟ قتلته يا مان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه قتلته؟ قتلته بيدي. ايه ده؟ ايه ده؟ بس ايه ده؟ ايه ده؟ ما حصلش حاجة يا عم. عايزين نمشي من هنا. يلا يا جدعان يلا. اهدى دلوقتي. انسى انسى اللي حصل. انسى. يلا يلا خلاص. يلا امشي. يلا يلا يا جدعان. يلا يلا خلاص. العب العب وانت العب. نزلوا حاجة على الهواء. الهواء خليه معاك. وقفوني الحاجة خليه معاك. نزلوا انتوا الحاجة. يلا تعال. يلا انزل. شوف يا مالك. شوف الهواء. يلا الهواء امسك.
قتلته قتلته. اهدى فهمت، اهدى اهدى. انا قتلت اللي ما قتلتش اللي قتل ابوه، اكتر راجل ملوش اي ذنب. هو انت لو ما كنتش عملت كده يا خالد كنا اتمسكنا ومستقبلنا كان ضاع. انا مستقبلي ضاع يا دين. خلاص بقى يا خالد، بقول لك اهدى يعني اهدى. على فكره بقى الراجل ممكن ما يكونش مات. اكتب الله المجيد. ايوه. طب نعرف كيف؟ بكره هنعرف كل حاجه ان شاء الله. المهم انت تهدى دلوقتي بس عشان ما نروحش كلنا في داهيه. احنا هنروح فين دلوقتي يا طلعت؟ رايحين للسورس يا كبير، اللي هياخد الحاجه كلها شقله واحده. طب بالله عليك يا طلعت اوقف جنب اي تليفون عموما. ليه اشمعنى يعني؟ عايز اكلم الاسعاف يلحقوا الراجل اللي ساحف دمه ده. اسعاف؟ عفوا يا عم. قول كده بقى. هو انت ما بتاكليش ليه يا زينة؟ كلي. بقول لك ايه؟ هو انت ما بتشوفيش الواد طلعت؟ ما بشوفوش. يعني ما حاولتيش تتصلي بيه كده ولا كده ولا تشوفيه هنا او هنا؟ وعرفنا سر العزوم، ما بشوفوش يا طول وما اعرفش عنه حاجه. عايز حاجه تاني؟ طب بالراحه شويه يا زينه. في ايه؟ الله. طب بقول لك ايه؟ تحاولي تتصلي كده تشوفيه هو فين. اتصلت عليه النهارده تليفونه مقفول. من لئيمة. الواد ده راح فين؟ جماعة الشنطة دي فيها 25,000 جنيه. هنقسمهم قسمة الحاج، كل واحد ياخد 5,000 جنيه. قدر ما حصلش. هاي. بس بقول لك إيه يا عم الحلو أنت وهي؟ في 300 جنيه رايحين لصاحب العربية. إيه يا عم؟ هما مش كانوا 200 جنيه يا عم أنت ولا إيه؟ الله 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 الله. أنت بقى على حق الراجل اللي غلبان. كانوا 200 جنيه حلوة لما كنا هنقعد ساعتين بس، إنما دلوقتي الليل وآخر. الله، وانت عرفت منين يعني الراجل عايز يزود فلوس؟ في مصلحه في الحوار ده ولا ايه؟ ليه يا ابني؟ انتوا بتسرقوني ولا ايه يا جماعه؟ لا يا غالي مش القصد يعني. خلاص يا جدعان ارموا ال 300 جنيه ونخلص. ارموا له؟ يا ابني اتكلم بادب يا ابني، وانا كلب قدامك هتجيب لي حتى عظمه؟ يا عم ما قلتش كلب ولا حاجه يا عم، انت واخد الموضوع سيرك ليه كده؟ يا ابني راجل صاحبي وانا عارف هيقول ايه وهيطلب ايه. خلاص بقى يا غاليين، بقول لك يا لو يا لو عادي صاحبه عايز يظبطه معانا في المصلحه، شايف الخير كتير ما فيهاش حاجه وبنكسر عينه. شافونا شو احنا بنسرق، شافونا واحنا بنتقاسم. لا من الشيطان الرجيم، في اسئله خبطتيني. انا صاحب خالد. قلبي. يا قاسي مش تقول، انا بفكرك يعني حرامي. لا مش حرامي الحمد لله، اصل انا وحدانيه وعايشه في الشقه دي، وخوخه برضو يعني وحداني، تقدر نقول احنا بناخد بحس بعض كده. ما شاء الله عليكم، لاقينا على بعض والله. انا برضو بقول كده، وتقدر تقول برضو العشره يعني تحتم علي ان اسالك انت مين. حلوه تحتم عليا دي. عموما متشكرين جدا جدا يا مدام. مدام ايه؟ بقول لك وحدانيه وعايشه لوحدي وهو عايش لوحده. يا ستي يا مدام ولا انسة، انا مالي انا ولا اطلع لك بطاقه، ما تخلصيني بقى. وانا هحط لك البصمه ان شاء الله كل الليله دي عشان ما عبرتكش. انت ايه؟ عايز تجر نعم معايا ولا ايه؟ وكسه قله ادب. عندك حق، تكنيله وانت شبه علبه الكشري الفاضيه. مساء الفل على عفاريت الاسفنت، على بوب المنطقه. ثبتني ثبتني، الحمد لله على السلامه يا اخويا. انت لسه جاي دلوقتي، كنت فين؟ معلش يا حبيب قلبي اتاخرت عليك شويه. شويه ايه يا عم الحاج؟ ده الورديه باظت والعروسه عليها اقساط وانت عارف يا اسطى. عيب عليك يا كبير،
انت شغلك مع طلعت، ولما اقول طلعت يعني هتروق وتحلى، هعوضك. طب فين يا رجول عوضنا؟ عيب عليك يا بوب. يا راجل بوب انت خليت فيها بوب. بص يا سيدي كنا متفقين على كام؟ على 200 جندي. وصلك منهم كام؟ 80 جندي صح؟ صح. يبقى ليك كام؟ 120 جندي صح ولا مش صح يابا؟ انت بتكتر ليه؟ ما تجيب من الاخر. اسمع مني بس. وقف يمين وبص شمال على النقطة اللي جاية دي. 200 شمعة، 200 وردة، 200 فلة جايين يمسوا على اخويا الكبير من اخوك طبعا. وصفحة جديدة يابا. ها. مرضي ولا الدور الارضي؟ خلينا في المرضي عشان الارضي بينشع. بقول لك ايه؟ انا عديها لك يا صاحبي عشان انت زميلي وابو الشقاية. صحيح. ايه؟ صبرتينا. منين؟ دي ناشفة وشققت خلاص. ما كانش نعذر يا صاحبي والله. قافية. ايه ده؟ كده يا عم حربي يا حلو. انت عايز تقلب مني يا. في ايه يا شفيق؟ وانا جاي لك متكتف، ده انا جاي من رجلي يا جدع. ده انت هتاكل ضهر يا عم. ما هو عيطك وحاسس امك وكمان بتضرب في امي كده يا شفيق. بتضربني يا شفيق، ربك مع الغلابه وهذا الله تندم. مالك كده يا فاتح صدرك وعامل لي فيها شجاعه سيما؟ جبت الفلوس يا. مالكش دعوه يا خفيف، كلمني مع معلمك يا تغف. طب تعالى معايا بقى عند معلمك. طب اوعى يا عم ايدك طايله، اوعى ايدك. هات يا شفيق وتعالى. عم خش هتفنح لسه. ما قلتلك ما تزقش يا جدع انت. وعهد الله لا تندم. بس يا كنت فين الفترة اللي فاتت دي كلها؟ كنت بجيب فلوس البضاعة اهي وعليهم 200 جنيه زيادة. ليه ان شاء الله؟ انت هتبقشش عليا ولا ايه؟ لا ازاي؟ بس شوية شطارة مني، زبون متريش كده زودت عليه السعر، وعشان ضميري هابب ونيتي الصافية قامت قلت اجيبهم لك. غلطتش انا؟ عداك العيب يا طب. تسلم يا ذوق. طب وال المصلحه الجديده ايه؟ ابوس ايدك يا كبير، انا نفسي نرجع نشتغل تاني والعجله تدور واكل عيش. ولا شفيق اديله ايه تاني يا طلبه؟ هتديله بضاعه تاني يا طلبه؟ ما تحط لسانك جوه بقك يا بقف، انا عارف انا بعمل ايه. بيقول لك يا بقف شلت لك هتندم. قول لي بقى ايه بس؟ الصنف اللي فات عجب التلامذة زمايلك؟ ازيك يا ده اسماعيل؟ ازيك يا استاذنا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بان محلك معفن كده ليه يا اسماعيل؟ على قديمه. عندك لانشون؟ الحمد لله. طب لملي كل الجبنه الرومي اللي عندك. عينيا يا استاذ. سبحان من يغير ولا يتغير. ولملي كل الجبنه القريش اللي عندك. كمان. وثلاث كراتين بيض. وثلاث كراتين بيض، ماشي يا عسل. وعلبة الكراميلا دي. وعلبة الكراميلا دي، حاجة تانية يا عسل. في جبنة نستون؟ نستون فيه؟ ما بحبهاش أنا، مش عايزها. بلاش. امسك يا إسماعيل. وهات لي البتاع ده. خد. الزلوط اللانشون ده. خد الزلوط ده مش هيغلى عليك. امسك يا إسماعيل 300 جنيه. 300 جنيه حتة واحدة؟ وصلي الحاجة على البيت يا إسماعيل. عينيا يا خالد الزك. ما تتأخرش يا إسماعيل. عينيا. يا حاج مهدي. حاج مهدي. ايه 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 في ايه؟ ازيك يا حاج مهدي؟ ايه يا خالد، ده مواعيد تخبط فيها على الناس برضو. صحتني من النوم يا اخي. الحاج عليا الفلوس جت من البلد قلت اجيبها لك. طب ما تجيب. ما انت شكلك نايم، اجي لك مره ثانيه. لا 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 مفيش مشكله، خلاص خلاص هات يا عم. اجي لك مره ثانيه يا عم. خلاص هات الفلوس بقى. امسك الشهر اللي فات وخمس اشهر مجدد. تؤمر بأي خدمه ثانيه؟ امر؟ ده انا اللي تحت امرك يا باشا. بص انت تخبط عليا في اي وقت وتصحيني زي ما انت عايز، ده انت حاجة جميلة جدا. وانت حاجة مملة جدا. خد يا اب، انا انجزت لك فلوس الكفالة. زي الفل كده ان شاء الله. نروح بكرة النيابة واحنا مطمنين. بصراحة انا لسه مش مطمن. تقلقش يا ماجد، سيبها على الله، ان شاء الله براءة.
اللي انت عملته معايا ده يا صاحبي يمين مش هنساه لك طول العمر، هيفضل في رقبتي. على ايه يا ماجد؟ لا شكر على واجب. ده العشم، ده العشم برضه يا صاحبي. ازيك؟ احسن منك يا اخويا. ما كل الناس احسن مني. ايه الجديد يا عم؟ مالك فيه؟ مفيش. عموما انا صرفت لك فلوس العمليه بتاعت باباك. بتهزر؟ وانا ايه اللي يخليني اهزر؟ الفلوس معايا هي بجيبي. لا ما تطلعهمش، ما تطلعهمش هنا. ليه يعني؟ بعدين هقولك. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ وبعدين انا طلب كبيره يا اخويا. اشربهم في العربيه. ما معيش عربية. طب يلا بينا، يلا انجز بقى. لما اطلع هبقى اخدهم منك بره. ربنا يخليك ليا يا رب، ما يحرمنيش منك يا احلى حب في حياتي. حب؟ حب النوم، فاهمة ولا لا؟ انا اللي بيني وبينك دلوقتي ان احنا بنقضي وقت لطيف مع بعض وخلاص، فاهمة؟ طب يلا يلا. خلاص ياما، ياما ما قلتلك خلاص، الإشكال انتهى واتحل، خلاص بقى. إزاي؟ نفعتها له الكفالة، هيخرج بكتير وبكرة الصبح. بجد يا ماجد؟ أيوة ياما بجد، بجد. طب وجبت الفلوس منين؟ أنا بكتب أغاني ياما، وبشتغل شعر. بعت أغنيتين لياسمينة. ربنا يا ابني يرزقك ويزيدك كمان وكمان. ازيك يا صح؟ اهلا يا دينا حبيبتي. خير؟ قافله موبايلك ليه؟ قلقتيني عليكي. لا ابدا، ده الشحن خلص. لا ما واضح فعلا ان الشحن خلص. ايه حكايتك بالظبط يا دينا؟ ما تخليش موت مامتك يضيعك. ايه بس يا بنتي الكلام الكبير ده؟ لاني حضرتك راجعه متاخر في نص الليل وكمان قافله موبايلك، وبصراحه كده يا دينا احوالك مش عجباني بقالها كام يوم. سهى ممكن نأجل الكلام ده لبكره؟ انا تعبانه وعايزه انام. بس انا عايزه اتكلم معاكي شويه. بقولك اعصابي تعبانه. الله، خلاص يا ستي سايبها لك. ماشي يا دينا براحتك، بكره هتندمي وتعرفي ان انا خايفه عليكي. الف سلامه عليك يا حبيبي. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. الحمد لله على سلامتك يا حاج. الله يسلمك يا ماجد. انا كده يا جماعه اقدر اقول لكم ان مهمتي انتهت معاكم النهارده، وان شاء الله هتابع القضيه وابلغكم بالاخبار. يا ابني يا ابني احنا تعبناك معانا قوي. ما تقولش كده بس يا حاج، الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله اديني بقولها لك اهو هتطلع برا. يا ربي يبشرك بكل خير يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. عايز حاجه؟ تسلم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اروح على البيت بقى عشان اريح جدتي شويه. يلا يا حبيبي تنور بيتك من تاني. ما قلتوليش انتوا جبتوا فلوس الكفاله منين؟ انا اتصرفت فيهم. اتصرفت ازاي يا ماجد؟ عملت ايه؟ بعت اغنيتين جداد لياسمينة. ياسمينة؟ تاني ياسمينة يا ماجد تاني؟ خلاص يا حاج اوفر في النيابه، مش هينفع. تعالى يا حاج اتفضل اتفضل. يلا على بيتنا. يلا. كنت عايز اقول لك ايه يا عماد؟ كنت عايز اقول لك ايه؟ انت مدين 300 جنيه. خد 400، انا اقول لك خساره. خد 300 بتوعك اهو. يا خالد يا اخي احنا مش اصحاب، احنا اخوات. انت كده زعلتني والله. خالد اوعى تكون بعت حاجه عشان تتصرف. لا يا حبيبتي ما تخافيش. هجالي شويه فلوس من البلد، كام الف جنيه كده. ايه ده بجد جالك فلوس؟ ده فاجئتنا. طب ما تعزمنا على حاجه يا اخي بمناسبه الفلوس اللي جات لك. تجد في جمل من عيال جوز يا متر. وانت محتاج حد يعزمك يا عماد؟ انت راجل دلوقتي بتشتغل في جرنانين وبتقبض مهيتين. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. انا مش بحسدك يا عماد،
انا بس بنبهك انك اللي بتعمله ده دلوقتي غلط. انت راجل كاتب، مالك انت ومال الرسم الكاريكاتيري؟ ما هو عشان انت عشان مش مستوعبه الموضوع. يعني انت عندك مثلا مثال، يعني عمنا صلاح شاهين كان راجل. هو في اصلا وجه مقارنه بينك وبينه؟ صلاح شاهين ده كان حاله خاصه. يعني عماد كان حاله عفشه؟ طبعا. نعم ايوه، لانك كمان ما بتشتغلش في جورنال عادي، راح اشتغل في جورنال حكومه. يا نهار ابوك اسود، في حد يعمل اللي هي بتقوله ده؟ وماله يعني الجورنال القومي؟ الجورنال القومي ليه اهداف نبيله، بيحمي البلد. وبعدين الجورنال القومي ده بيحافظ على الناس اللي معاه وبيقدرهم. انا باخد مرتب كويس جدا فيه. تحب تشتغل معانا؟ لا. انت كمان عايز تاخده معاك؟ انا مش قايل لك ما تبيعش حاجه للست دي، مش قايل لك تبعد عن السكه دي خالص. سكه ايه بس؟ ما هو لولا السكه دي ما كنتش خرجت من الحبس. انا لو اعرف كده كنت قلت لك ما تدفعش ولا مليم. ما تفرش الحكايه، انا ما عملتش حاجه مش للدرجه دي يعني. واكتر من الدرجه دي، الفلوس دي حرام يا مهاجي. حرام ايه؟ ده تعبي وشقايا. مين اللي قالح؟ مين اللي فاتى وقال انه حرام؟ انا اللي بقول لك انه حرام. اهدوا بقى يا جماعه وصلوا على النبي واغصوا الشيطان. الشيطان؟ الشيطان دخل البيت بالفلوس اللي جابها ابنك دي. هو في ايه؟ في ايه يا حاج؟ في ايه؟ ما تبطس لنفسك، طول عمرك ماشي جنب الحيط، عملت ايه؟ في اخر حياتك لبست عاديه رشوه ومفيش في جيبك جنيه، ويعني ما تخرج منها ولا لا؟ اوعى تزود بكلمه، اوعى تنسى ان انا ابوك، فاهم؟ مش عايز اسمع ولا كلمه.